أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح. وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم واختار موسى.
فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, kaum muslimin dan